خير. رجعنا لكم تاني بفقرات نهار جديد، ومكملين كلامنا دايما معاكم عن الامور اللي بتهمكم. دايما كده احنا حريصين في نهار جديد ان احنا نتكلم عن المشاكل او الموضوعات اللي بتهم المواطن المصري وازاي نقدر ان احنا نتعامل معاها. طبعا اللحوم من الاساسيات اللي على مائده اي يعني اسره مصريه. في الفتره الاخيره ارتفعت اسعار اللحوم بشكل كبير جدا، وتعددت الاسباب، وكل فئه كانت بتقول ان اسبابها مختلفه، وابتدت طبعا بقى المواطن ابتدى يشتكي من اسعار اللحوم، وبشكل عام يعني كمان بدا كمان يشتكي من اسعار كمان حاجات تانية او منتجات او سلع اخرى. ده غير كمان في اخبار بتنتشر عن ضبط لحوم حمير معدل البيع للمواطنين، وده عمل أزمة تانية برضو بالنسبة للمواطن، خصوصا ان احنا بنستعد طبعا كل عام وحضراتكم دايما بخير لاستقبال عيد الأضحى المبارك. كل الموضوعات وموضوعات المتعلقة بارتفاع أسعار اللحوم وكيفية حل هذه المشكلة النهاردة بنتناقش في الموضوع ده مع ضيوفي اللي مشرفيني في الاستوديو. معانا في البداية الأستاذة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية، وكمان يعني بيشرفني الأستاذ هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية بالقاهرة. صباح الفل على حضراتكم ونهاركم جديد دايما. صباح الجمال وصباح التفاؤل وصباح الأمل على كل المصريين. صباح الفل على حضرتك، ويعني دايما كده حضرتك تبقي مشرفانا كده دايما يا رب. عايزين نبدأ كده مع حضرتك. يعني حضرتك طبعا عضو مجلس نواب، ولكن هاخد الأول الجانب كسيدة مصرية وأم، شايفة حضرتك في البداية أسباب ارتفاع الأسعار إيه؟ وأكيد حضرتك بتنزلي السوق وبتشوفي، من وجهة نظر حضرتك شايفة ارتفاع الأسعار إيه؟ أولا بقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية. بالبداية كده أنا عايزة أقول لابد إن احنا نتفائل، يعني يكون عندنا أمل في بكرة وعندنا إيمان. طالما احنا عندنا إيمان يبقى أكيد عندنا تفاؤل، يبقى في أمل في بكرة إن شاء الله. الأسباب ارتفاع الأسعار اللي احنا شايفينها، أنا من وجهة نظري 80% سببها التاجر. 80% احنا مننا فينا، يعني احنا مننا فينا، احنا اللي بنرفع الأسعار دي. يعني مثلا لو نزلت السوق، أنا ربة منزل وبنزل السوق وشايفة وعارفة. حزمة الجرجير نفسها ما بتيجي تشتريها تقول لك بتاعة الجرجير شوف الدولار بقى بكام، ده الحزمة بقت بجنيه. طب انت مالك ومال الدولار، ده انت بتاع جرجير وجايباه من فلاح ولا كده. فيعني كل حاجه تبص تلاقيها احنا مننا فين، احنا بنغلي على بعضنا. فانا نفسي، يعني انا كنت حتى عامله معده مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار، ان انا اعمل هامش ربح تعديل، يعني لابد ان انا الماده 10 من قانون الاستثمار بتقول لا يحق للدوله تحديد اي سلعه من السلع. سايبه السوق مفتوح، طب انت سايباه، يعني انت مثلا في هنا في 6 اكتوبر هتلاقي السعر مختلف عن مدينه نصر، هتلاقي السعر مختلف عن مصر الجديده، هتلاقي السعر مختلف عن شبرا الخيمه، كل المناطق مفيش اسعار موحده، وهي نفس السلعه وهي نفس صحيح. فيقول لك تيجي تسالي تقول لك لا اصل انا درجه اولى، اصل انا سلعتي وهي ونفس المواصفات ونفس بتختلف من منطقه لمنطقه، بتختلف من منطقه لمنطقه. انا نفسي ان انا زي ما حصل في فرنسا، ساركوزي عملها في فرنسا، عمل تحديد هامش بالنسبه للمنتج وللتاجر والموزع، وبنفس الوقت يعني بتوصل للمستهلك بسعر معقول وكلنا هنستفيد. طب استاذ هيثم، الاسعار غليت ليه الفتره اللي فاتت؟ لا بحيي حضرتك على الاستضافه، وبحيي السيده النائبه ونيابه عن رئيس شعبه الجزائر الحاج محمد وهبه، بنبلغ عزائنا في فقيد العلم الدكتور زويل ولاسرته الصبر والسلوان. انا بختلف شويه مع السيده النائبه ان هي قالت لك 80% غلى من التجار، التجار ما لهاش شيء في ذلك، لان احنا دولة مش منتجة لكافة شيء من السلع الغذائية. 80% من السلع اللي احنا موجودة في السوق 80% جاي استيراد من الخارج، ودوت كلام الاحصاء والكلام الجهات الرقابية اللي موجودة عندنا في مصر، مش كلامنا احنا. لذلك انت لما بتحسي مع اي ارتفاع في ارتفاع العملة سواء في الدولار او في اليورو، بيحصل حالة تضخم للسلع كلها، ده نتيجة إن أنت ما بتنتجيش أي شيء، وده طبعًا تراكم على مدار السنين اللي فاتت. فيما يخص جزئية اللحوم، إحنا دولة ما عندناش لا مراعي طبيعية ولا عندنا أعلاف، فبالتالي حضرتك أنت عايشة على 5 مليون فدان، إنتاجك المحلي من الحيوانات 40%، إنتاجك المحلي 40%، إنتاجنا 40% المحلي 40% اللي هو أبقار وجاموس وأغنام، واستهلاكنا وبتستوردي
نسبة الاستهلاك قد ايه؟ مليون ومتين الف طن. مليون ومتين الف طن. مليون ومتين الف طن. وبتستوردي 60%. الدولة بتقوم باستيراد 60% في شكل لحوم حية بتتدبع على الحدود زي اللحوم السودانية اللي بتطرحها منافذ القوات المسلحة ووزارة التموين، وشيء آخر بيجي اللي هو اللحوم المجمدة. طب ده خليني أسألك سؤال، الأسعار وصلت لغاية فين دلوقتي؟ يعني دلوقتي سعر بيتراوح ما بين إيه وإيه دلوقتي سعر اللحم؟ اللحوم في اللحوم البلدية اللي هي المحلي المصري بتتباع من 90 ل 100 جنيه. أما اللحوم اللي هي المستوردة السودانية فطرحها وزارة التموين ب 60 جنيه في المجمعات. وكان طلب مننا من حوالي 15 ان احنا نجيب جزار تعاوني عن طريق الشعبه. كلفنا من رئيس الشعبه ان احنا فعلا نستقطب جزارين، واستقطبنا جزارين، جزار تعاوني يديله لحمه سوداني وتتباع ب 60 جنيه للمواطنين. طب استاذه ثريا، دور البرلمان بقى وتحديدا اللجنه الاقتصاديه في ضبط الاسعار او سن قوانين، يعني الفترة اللي فاتت زي الأزمة الأخيرة اللي هي بتاعت ارتفاع الأسعار أو استغلال، مش هنقول كل التجار، في بعض التجار نتفق إن هم بيستغلوا ده، وأول ما بيسمعوا عن أي يعني حاجة بتحصل بيرفعوا الأسعار من مبدأ اللي هو خلاص هم سمعوها حتى كإشاعة. كإشاعة وبيخزنوا. وبيخزنوا وبيخلوا البضاعة يعني متخزنة علشان خاطر يبيعوها بشكل غير. طب دور بقى البرلمان. لا، ما انا زي ما قلت لحضرتك يعني لابد من سن قوانين تحدد، يعني هقول زي ما قلت لحضرتك الماده 10 بتقول ما لا يجوز للدوله تحديد اي سلعه من السلع الا سواء سلعه واحد او سلعتين تتدخل فيهم الدوله. طب وبقيه السلع؟ شوفي انت بتستهلكي كام سلعه في اليوم، مش هقول لك في الشهر ولا في السنه. طب بقيه السلع، ما هو لازم في تدخل هنا قانوني بقى، لازم في تشريع. يعني حضرتك شايفه ان القوانين الموجوده حاليا لا طبعا مش يعني مش كافيه انها لردع يعني اللي بيضربوا بالاسعار او اللي هم بيغلوا الاسعار بشكل رهيب؟ لا طبعا، ما فيش قوانين بتعمل ردع الاسعار. مع احترامي ليك يا استاذه، وجود تشريعات. طب ثانيه، وجود تشريعات بدون وضوح، بدون وجوه خطه استراتيجيه للانتاج، فانت مش عارفه. نسمع بعض ونستفيد. طيب من الاستاذه ثريا، وحد طبعا اكيد لحضرتك الفرصه ان حضرتك تتكلم. يعني شايفه ان حضرتك القوانين الحاليه غير كافيه، بس بيقول لك ايه من حقه ان هو يحط الثمن على السلع، ثمن الحاجه على السلعه، لكن هي ان انا في قانون رادع للي بيغلي ده؟ لا، انا عامله بقول لحضرتك تعديل على الماده 10 دي بالذات اللي هي تحديد هامش ربح بالنسبه للمنتج اللي بينتج السلعه، وبالنسبه للموزع، وبالنسبه للتاجر بالذات. يعني لو انا عملت ده تحديد هامش ربح وليكن 5% مثلا، هتوصل للمستهلك اكيد، وكلنا هناخد، هنبقى مرتاحين. الله، انت في الصعيد، في اقصى الصعيد، مش زي مثلا هنا. مش هقول لك ده، انت هنا في نطاق القاهره الكبرى الاسعار بتختلف في نطاق الحي الواحد. اجتماعات اللجنه بقى تمت بايه؟ يعني حصل استدعاء لوزير التموين. ايوه، استدعينا وزير التموين. كانت ساعه ازمه الرز سيادتك، كنا في رمضان. ووجهت له سؤال فين الرز؟ الرز وصل 8 جنيه اللي هو كان اي الطبق اللي بيتحط على مائده الفقير، وحط على ترابيزته على طبليته زي ما بيقولوا، يعني طبق رز جاب طبق طبيخه بيعرف ياكل. انت حرمته حتى من ده، ليه الرز وصل 8 جنيه وما وصلش لكل الناس؟ فرد عليا وقال لي انا وردت 42000 طن بس تهرب مني مليون طن. قلت له تهرب من سيادتك؟ قال لي من المخازن. قلت له انت بتحسن انها كانها علبه سجاير واتحطت في الجيب؟ يعني مليون طن تهربوا راحوا فين؟ قال لي راحوا السودان وراحوا ليبيا. وبالتالي وخرجوا عن طريق ليبيا بره. طب ازاي؟ يعني احنا فين الرقابه؟ فين سيادتك الناس بتوعك؟ فين مفتشينك؟ فين يعني مليون طن ازاي تهربوا من البلد؟ ودلوقتي انت بتلف الدول كلها عشان تجيب لنا رز مستورد وغالي، وانت عارف ازمه الدوله اللي احنا فيها. فكانت يعني مساله ومعمول له استجواب في المجلس ان شاء الله وهيجي، يعني عشان خاطر نشوف. يعني في استجواب اخر؟ طبعا اما تحدد ميعاده ولا لسه؟ لسه ما تحددش الميعاد، احنا مقدمين لسه ما تحددش الميعاد، يعني عشان الرز وازمه القمح زي ما انت عارف. طب ده خلينا نرجع بقى للاستاذ هي يعني هيثم، انت شايف ان التجار علشان خاطر ما فيش انتاج محلي وهو ده السبب؟ طب ليه بنقعد نسمع من التجار اسباب اول ما الدولار بيغلى او بيعلى او اشاعات، هنقول لك اشاعات، على طول بيرفع الاسعار، يقول لك اصل سعر الدولار بقى كذا. طب حضرتك وصلت لحزبه الجرجير،
ما انا درتني يعني الشوكي حضرتك لما بساله بقول له ليه التينايه ب 3 جنيه بالله عشان الدولار غلي. فكنت انا بقول لك يعني ده هو مجرد سمع مجرد ما سمع سمع في تعالى نتفق يا استاذ هيثم ان في بعض التجار في او بعض الجزارين المجرد ان هو بس بيسمع. لا ما هو الجزارين هنقول لك على حاجه انا بتكلم على كل السلع الوزاره بس مش لحمه. انت بتتكلمي على جزئيه الامن الغذائي كله كشكل عمومي انت 80% منه بتستورديه في شكل منتج جاي جاهز او مستلزمات انتاج. فيما يخص اللحوم البلدية حضرتك احنا هنا ما بنزرعش لا فول صويا ولا ذرة فبنستورد الفول الصويا والذرة يعني الاعلاف هي السبب الاعلاف ايوه مستلزمات الانتاج ما هو ده المدخل اللي بيحدد عليه في النهايه تكلفه تربيه المواشي قد ايه يعني هتوصل في اليوم في العجل حضرتك بياكل بحوالي 60 جنيه العجل في اليوم وطبعا عايزه فاكسينات ادويه وعايزه دكتور بيطر يبقى جنبه. فانا عايز اوصل لحضرتك ان مشكله الامن الغذائي دي مش مشكله وزاره التمويل لوحدها او الزراعه لوحدها او لا ده عايزه توفر كل جهود الدوله تحط خطه ان احنا نحد من عمليه الاستيراد في كافه السلع نعمل مشروع قومي كبير للبلد في كافه المجالات. ما اللحمه دي بقت صناعه يعني انا النهارده لو زرعت ما انا بشترك مع الحيوان في الاكل يعني انا هزرع فول صويا وذره الحيوان هياكله وانا هاكل حيوان. فاللحمه النهارده والسلع الغذائيه بقت صناعه يعني انا كنت بفضل ان الدوله تطرح مشروع قومي كبير او مجلس النواب يطرحه مشروع قومي كبير للبلد الامن الغذائي يقول انا هزرع 500 مليون فدان هوصل بعد مثلا 2020 يبقى عندي قد كده من الفلوس. لو حضرتك وجدتي مستلزمات الانتاج انا والاستاذه مش هنيجي نقعد القعده ونتكلم على الغلا. طيب ليه؟ يعني ده يخليني اسالك ان الفتره اللي فاتت لما انتوا سمعتوا ان الدولار في السوق السوداء بقى تخطى ال 13 جنيه لقينا ان سعر الكيلو تعالى نتفق وصل ل 130 وزاد النص وصل للكيلو 130 جنيه. مفيش 130 في بعض الاماكن. لا وصل ل 125 جنيه تحديدا. هقول لك انا بقول لك في محلات الجزارة اللي احنا مسؤولين عنها. ما انا هقول لك اسمعني بس للاخر صح؟ اتفضلي. انتوا سمعتوا ان السوق السوداء علت الدولار وتخطى ال 13 جنيه. اجتمع الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي بالمجموعه الاقتصاديه ونزلت اسعار الدولار. ما نزلتوش ليه؟ ما دام انتوا رابطينها بالدولار والاعلاف. هقول لحضرتك على حاجه. ليه فضلت زي ما هي وكمان متوقع انه يزيد على العيد الكبير؟ احنا بالمثل شعبة الجزارة احنا مسؤولين عن محلات الجزارة وانا بقول لحضرتك سعر كيلو اللحمة في محلات الجزارة من 90 لحد 100 جنيه وفي حضرتك تجارة علت عن كده. حضرتك بقى اتلقيتيه مثلا في مكان بتكلميني عن الهايبر انا مش مسؤول عن الهايبر يعني واخده بالك يعني انت يعني محلات الجزارة لا اخر الخط 100 جنيه وده سعر عادي انت الاستاذه بتقول لك حديد هامش ربح انا بقول لك ان احنا عملنا قبل كده تجربه مع رئيس السادات طيب. وهامش الربح عندنا طيب. لا يتخطى 7%. طيب ده هيخليني ارجع لك بس عايزه الاستاذه سرية دلوقتي ان هم بيشتكوا من قصه الـ 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 الدولار والاعلاف وليهم اسباب طب مين يعني المواطن يعمل ايه؟ يعني المواطن هو دلوقتي في النهايه المواطن التعبان يعني المواطن هو اللي مطحون ودايما حتى 80 جنيه كتير برضه يا استاذه سرية كتير يعني و50 جنيه كتير على المواطن في ظل الدخل الموجود كتير. انا هقول لحضرتك على حاجه يعني انا بقسم لك بالله لولا العربيات اللي بتيجي بتاعه الجيش وتنزل مناطق العشوائيه والشعبيه كانت الناس بكلت بعضها بجد. انا بحيي من هنا القوات المسلحه انها فكرت في ده انها تسد العجز ده والا كانت هتقوم ثوره جيعه يعني صعب جدا. ده كمان انت بتغلي مش اللحمه بس ده اللحمه بتزيد على اساسها الفراخ نفس القصه اللي هي تعويض عن اللحمه بيزيد السمك يعني البروتينات وفي اطفال وفي ناس وفي ناس مطلوب منها يعني عندها سكر وعندها مفروض ياكلوا والدنيا صعب. انا بجد والله العظيم انا بيصعب عليا الناس صعبانين علي ان الدنيا صعب جدا مرتبات محدوده والاسعار في ارتفاع كل يوم. طيب وتعالي شوفي طيب الكهرباء والغاز والميه وكله عمال يرفع يعني فصعب. طب دلوقتي يعني المفروض ان اللحوم المستورده كانت هي اللحوم البديله للمواطن المصري اللي هي بقى على سبيل المثال بيتم استيرادها من اسبانيا واوكرانيا والسودان أيوة. والبرازيل. اللحوم دي اساسا استوردناها علشان خاطر تبقى اقل تكلفه على المواطن بعد قصه الدولار برضو غليت. طب انا المواطن طب انا مش عارفه هياكل ايه يعني والله يعني دهن ولا ايه انا مش عارفه يعني انا بقول لحضرتك كمان إيه؟ الفراخ والسمك وكله غلي يعني كل الاسعار في ارتفاع بسبب يعني مش اللحمه بس يعني ممكن يستعيد عن اللحمه بالفراخ يعني ما هي برضه الفراخ داخله في مستلزمات انتاج هي نفس الحكايه هي نفس القصه زي ما الاستاذ قال المستلزمات الانتاج الحيوانه عندنا كلها بنستوردها من بره فاحنا نفسنا بقى يعني يبقى فيه انتاج داخلي نعمل ثوره على الانتاج كده نعمل حاجه مشروع قومي ان احنا نقدر ان احنا نكون ده واحنا عايزين نحدد بقى من هنا عايزين نحدد هويتنا احنا دوله ايه احنا دوله صناعيه
ولا دوله زراعيه؟ احنا اساسنا صناعه، هي دولة زراعه وصناعه المفروض يعني. ما انت حددي الهويه اللي احنا فيها على اساسها ان احنا نمسك حاجه وننهض بيها وننهض بالدوله. يعني احنا المفروض يبقى في انتاج. انا بقول لابد ان احنا نكون دوله منتجه. يعني مش هنستعيد عن دوت. يعني مثلا احنا كنا معتمدين مثلا على السياحه، وشفنا ضربه السياحه، طياره دمرت الدنيا، قنبله مش عارفه بتعمل ايه. فانا مع ان احنا عندنا كل مقومات السياحه اللي موجوده في الدنيا كلها، ما نعتمدش على الايرادات المتحركه، نعتمد على الايرادات الثابته بالظبط، هي الزراعه والصناعه. الزراعه والصناعه وكده، يعني لابد بقى المصانع تشتغل والزراعه. الرئيس السيسي يعني طرح الفدادين اللي زرعها، زرع 1.5 مليون فدان، وفي فطبعا يعني حاجه عظيمه جدا. ويا رب نكمل وان شاء الله اللي جاي افضل. طيب هنرجع تاني لحضراتكم برضو نكمل بقيه الموضوع، بس هنروح نشوف زميلتنا هاله قنديل من الاداره العامه للمرور علشان تقول لنا اخبار يعني الحركه المروريه. صباح الفل عليك يا هاله ونهارك جديد. صباح الخير يا داليا، وصباح الخير للسادة المشاهدين. أحييكي من داخل مقر الإدارة العامة للمرور. نطلع سويا على حالة المرور لهذا الصباح، وأيضا إذا كان هناك أي حوادث أو زحام للسادة المشاهدين عليهم أن يتجنبوها. صباح الخير يا فندم، معانا النقيب مصطفى عبد الحاكم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، صباح الخير للسادة المشاهدين. في البداية طلعنا على الحالة المرورية لهذا الصباح. صباح الخير لحضرتك، صباح الخير للساده المشاهدين. بطمن حضرتك وبطمن الساده المشاهدين الحمد لله على وشك الانتهاء من فتره والحاجه المروريه، فتره الذروه الصباحيه. متوقع معنا فقط المناطق القادم من اعلى الدائري القادم من مناطق الجيزه والمروطيه اتجاه الحلوان والمعادي، بعض الحاجات المروريه وجار العمل على عاصفه هذه الكثافات. وبالنسبه لوسط المدينه متوقع معنا من اعلى اكتوبر منزل الماليه اتجاه مدينه نصر، انما دون ذلك الحمد لله كافه الطرق وكافه المحاور، طريق الزراعي، اباء الدائري، بالنسبه للمحور 26 يوليو الحمد لله الحالة برضية، سلة مرية في الاتجاهين الحمد لله. تمام. كانت هناك اصلاحات اعلن عنها على كوبري اكتوبر، هل تمت؟ ايه الجدول الزمني ليها علشان الساده المشاهدين يكونوا عارفين؟ ان شاء الله يا فندم عند البدء ان شاء الله هيتم الاعلان عنها ان شاء الله، وهي في المتابع بيتم العمل بها ليلا ان شاء الله للتسيير والتسهيل على الساده المواطنين. فان شاء الله عند البدء ان شاء الله هيتم اللحاطه مع سادتكم الساده المواطنين والمشاهدين ان شاء الله. هل هناك اي حوادث حصلت على الطرق النهارده ادت لاغلاق اي طريق او اي شارع للساده المشاهدين ان يتجنبوها؟ طبعا حضرتك الحمد لله من عدم وجود اي حوادث مؤثره على كافه الطرق وكافه المحاور، من عدم وجود اي معوقات اي اعطال، ومن عدم وجود اي تحولات مروريه لكافه الطرق. الحمد لله الحاله مرضيه تماما على كافه الطرق وكافه المحاور والسيوله المروريه. وبنطمن حضرتك طمن الساده المشاهدين الحمد لله الامور هاديه وتمام واستقرار تام في كافه الطرق. اخيرا نصائح بتوجهها للساده المشاهدين للقياده في اوقات حاره ورطبه زي اللي بنعيشها اليومين دول في القاهره، ايه اللي ممكن تنصح بيه الساده المشاهدين؟ هو بالنسبه لقياده السيارات طبعا معروف ان شهر اغسطس شهر من اشد الشهور الصيف حراره، فدي بيبقى ليه تاثير سلبي على بعض السيارات. بنناشد قيادة السيارات ان هو قبل التحرك بالسياره الكشف على السياره والتاكد من سلامه السياره، وخاصه دوره التبريد الخاصه بالسياره، لان في حاله حدوث اي ارتفاع درجه الحراره بيبقى له تاثير سلبي، ممكن ينتظر في ما ينتظر في مثلا في انتظار ممنوع او له تاثير سلبي على الحاله المروريه. فاحنا بنتمنى من قياده السيارات هو فحص السياره فحص جيد، الالتزام بالقانون وقواعد اداب المرور، الالتزام بالعلامات الارشاديه، الالتزام بالسرعه المقرره. بالنسبه لقياده سيارات النقل، الالتزام بالسير والسرعه المقرره والسير يمين الطريق، ده كله بيتجنبنا حدوث حوادث. وبالنسبه لكافه الطرق الحمد لله موجود كافه الحملات بكافه انواعها، حملات رادريه، حملات فحص بيها، حملات مخدرات، وذلك للالتزام والتنبيه على قياده السيارات بالالتزام بقواعد واداب المرور. نقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف الاداره العامه غرفه عمليات الاداره العامه للمرور، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. وبعود اليكي مره اخرى يا داليا لاستكمال فقرات برنامج نهار جديد. بنشكر زميلتنا هاله قنديل من الاداره العامه للمرور، وبنشكر طبعا ضيفها الكريم، وبنرجع نكمل مع حضراتكم موضوع اللحمه وارتفاع الاسعار. وطبعا برجع برحب بضيوفي الاستاذه ثريا الشيخ عضو مجلس النواب وعضو اللجنه الاقتصاديه، وايضا استاذ هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبه الجزارين. بنرجع لكم تاني وبنرحب بيكم ونهاركم جديد. استاذ هيثم، كنا لسه بنتكلم في الفاصل اللي احنا كنا بنتكلم فيه، طب احنا كنا بنتكلم عن وضع السوق، وضع السوق ايه دلوقتي؟ يعني اقبال المواطن دلوقتي ايه؟ طبعا انت في ظل الحاله الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها، وزي ما قالت سياده النائبه حاله الاجور المتدنيه، فطبعا القوه الشرائيه متراجعه جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا
على مستوى القاهرة في مجزر البساتين في تجار كتير جدا عزفت عن ذبح اللحوم أو تعرضها للجزارين بسبب الخسائر اللي اتعرضوا ليها. فطبعا يعني في ركود في حركة طبعا السوق. في ركود بنسبة 60% في ركود، لأن طبعا القوى الشرائية منخفضة، لأن أنا بأيد حضرتك سعر الكيلو اللحمة وسعر السلع الغذائية اللي موجودة كلها بكافة أشكالها. طب ينزل إزاي أسعار اللحم؟ يعني أنت شايف من وجهة نظرك إيه الحلول ننتج اللي ممكن ننزل؟ طيب هننتج، بس دي خطة بعيدة الأمد. أنا بتكلم على الخطط القصيرة اللي هو إحنا يعني فاضل شهر على عيد الأضحى. الخطط القصيرة بقى الخطط القصيرة اللي هي الدولة ممثلة في القوات المسلحة وممثلة في وزارة التموين وممثلة في وزارة الزراعة بتستقطب عجول حية من السودان وبتتبعها وبتطرحها المواطنين ب 60 جنيه، ده اللي في ايد الدولة. لا في ايدك انت كتاجر. طب هنرجع تاني. ما انا بقول لحضرتك هو ما اللي في ايد ما احنا كجزارين تعاوننا مع الدولة في كده، احنا جبنا جزارين واخد بالك خدوا لحوم حية ذبحت عند الحدود من السودان، خدوا لحم سوداني وطرحوها في المحلات ب 60 جنيه للمواطنين. واللحوم واللحم البلدي خلاص. ما اللحم البلدي ما تقدرش تعملي عليه كنترول عشان انت اصلا مش منتجه للحوم البلديه ومستلزمات الاعلاف بتيجي غاليه. انت بتستوردي العلف فاصبح هنا مدخل الانتاج محسوب على الحيوان، وزائد عزوف الفلاح الصغير عن تربيه المواشي خرج من المنظومه. طيب فكل دي تراكمات. طيب يعني هو سعر المنتج مكلف. على المداخله هنرجع لحضرتك تاني. هويده صباح الفل عليك من اسوان. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير. خير عليك. صباح النور. اتفضلي عندك ايه اخبار بقى اسعار اللحوم بقى في اسوان؟ والله العظيم اللحمه غاليه خالص في اسوان. وصل كيلو اللحمه لقد ايه؟ 80 جنيه. طب هو كان بكام؟ ممكن بس هويده توطي بس التلفزيون عشان خاطر تسمعين. كان الكيلو بكام اصلا وارتفع لكام؟ نعم. كيلو اللحمه كان بكام وبقى بكام دلوقتي؟ كان ب 60. ودلوقتي؟ دلوقتي ب 80. يعني ما ينفعش كده، يعني اسره بسيطه عايزه تجيب لها نص كيلو لحمه او كيلو تجيبه ب 40 جنيه. حرام يعني. طيب ازاي ده؟ بنشكر هويدة من أسوان أهو بتقول إن كان كيلو اللحمة يا أستاذة ثريا كان ب60 بقى ب80. طب لازم الدولة تتدخل تعمل كنترول شوية. يعني بمعنى إيه بقى كنترول؟ يعني أشكال الرقابة تبقى عاملة إزاي؟ زي مفتشين التموين يرجعوا زي زمان يشتغلوا يراقبوا الأسعار، يعني مثلا ما تبقاش بالطريقة دي مفتوحة، يعني زي ما قلت لحضرتك هنا بسعر وهنا بسعر، نزود بقى اللحوم المستوردة ونستعيدها. طب دور حضرتك يعني كعضو برلماني، يعني دور البرلمان هو الرقابه. الرقابه والتشريع. طيب فين بقى دور البرلمان؟ يعني الفتره اللي جايه ايه؟ لا الفتره اللي جايه هتشوفي ان شاء الله قوانين ان شاء الله صارمه للموضوع دوت، ولابد ان احنا زي ما قلت في الاول نحدد هويتنا، ولازم نعمل ثوره على الانتاج، لازم نشتغل، لازم كلنا نشتغل ونلاقي ونحدد هويتنا احنا ايه بالظبط، ولازم نكون دوله منتجه. انا متاكده ان لو الرئيس السيسي دعا يا جماعه هو كل مره بيقول يلا نشتغل ويلا بس نعمل زي ما قال الاستاذ ان احنا نعمل مشروع قومي ضخم للانتاج، لان احنا مش هنتنينا معتمدين على بره. يعني اكيد في خلال الاجتماعات اللجنه الاقتصاديه على مدار الفتره السابقه كان في اكيد اتخذتوا قرارات لمواجهه هذه الاسعار ومكافحه التلاعب بالاسعار. احنا خدنا قرارات ازاي ان انت تنزلي سعر الدولار وازاي ان انت يعني نخرج بره الصندوق في التفكير، يعني في تفكيرنا لازم نحط حلول اقتصاديه بحيث ان انت تنزلي سعر الدولار كل حاجه هتنزل شويه. فقلنا مثلا ان احنا طرح اراضي الدوله للبيع اللي هم للمصريين اللي عاملين في الخارج بالدولار، طرح شقق ليهم برده، جذب الاستثمار من بره، ان انا مثلا اعمل لهم قوانين جديده وان انا افعل الشباك الواحد ان انا اجذب بين المستثمر الخارجي. في حاجه يعني حاجات كتير جدا جدا انا ممكن ان انا انزل بها الاسعار بالذات الدوره على اساس ان الدنيا ترتاح شويه بس. فخدنا قرارات كتير بالنسبه للموضوع ده. طب استاذ هيثم كان في الثمانينات على ما اتذكر كده كان في مشروع اسمه مشروع البتيلو. ايوه فاهم. وكان متحرم في الثمانينات كان بيحرم بيع ذبح الانثى الحيوان، كان بيحرمها. هو لسه القانون موجود يا سياده النائب. وموجود بس انت عايزه بقى تزودي عدد الدكاتره البيطريين في النقع والكفور عشان تقدري تحدي
طب ليه ليه انا معاك ان في ماشي هبقى معاك ان في اطراف تانية في المشكله، فين دور التاجر يعني. برضو يعني ليه ما نتقاسمش المشكله والازمه مع بعض؟ يعني ليه التاجر لا يتقاسم المشكله مع في ملعب التاجر؟ حضرتك تلفي وترجعي الكوره في ملعب التاجر. انا هقول لك لا، انا اقصد سيدتي الفاضله، انا عارفه ان انتوا ليكوا حق ان انت يبقى في هامش بدون سيدتي الفاضله. احنا الهامش الربح لا يتعدى 7% عندنا، والنسبه دي معترف بيها من ايام الرئيس السادات. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، سعر كيلو لحمه من 90 ل 100 جنيه ما بيغطيش تكاليف محلات الجزار، لا بيغطي عماله ولا كهرباء غاليه ولا نور ولا غاز. عشان اقول لحضرتك زائد ارتباطي بقى دي ان ما فيش قوه شرائيه، يعني انا عايز اجيب سلعه واتفرج عليها. طب بس تعالى نتفق، معلش انا بقول لك بعض التجار ليه لما بيسمعوا بس مجرد ان في قانون جديد هيتعمل اقتصادي لسه ما تطبقش عليه الدوله، وتجار برضو هنا او جزارين بيذبحوا هنا. لا ما يعني انا بنزل اخد على فكره جولات وبنزل وبشوف، لا اول ما بينزل يعني بيسمع اشاعه ان في قانون هيتغير، في قانون هيتعدل، في حاجه هتحصل، يقوم معلي. ده ساعه معلش يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اللحمه غاليه. طب انا هسال حضرتك، ايه علاقه التجار باللحمه بالخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ هو كل المجتمع المصري عايش في التجمع الخامس والرحاب ولا في مناطق بسيطه؟ لا انا في منطقه، معلش انا منطقه عشوائيه وشعبيه. يعني هو حضرتك شايفين الاسعار بكام هناك يا استاذه عندك؟ لا بتبقى 100 جنيه و120 جنيه ومنطقه شعبيه. ماشي 120 جنيه ده كيلو سكالوب او كيلو او عرق فليتو، حته مميزه. لا احنا مش هنقول بقى حته مميزه، ده هناك في قوه شرائيه يا استاذه. ناخد طيب مداخله تليفونيه معانا حضرتك بتشوف الجزار اللي عندك عنده قوه شرائيه؟ طبعا. طيب يعني هو عايز يوقف حاله؟ فتحي صباح الفل عليك يا فتحي. وفي 80 وفي 70 نائبه سرايا الشيخ نائبه الغلابه. ايوه اتفضل، ايه رايك؟ على حضرتك وعلى ضيوف حضرتك صباح الفل عليك. قول لي بقى شايف ايه اسباب ارتفاع اللحمه ودلوقتي اللحمه بقت بكام؟ والله احنا عندنا شبرا الخيمه 90 وبتوصل ل 120. شبرا الخيمه انا بقول لك انا كنت عارفه وسياده النائبه عارفه الكلام ده. بالاخص وسياده النائبه عارفه الكلام ده بالظبط. كانت بكام طيب ومن قد ايه وبقت بكام؟ لا احنا من سنتين ثلاثة كانت ب 60 وب 70 وب 55. دلوقتي ب 90 وب 95. وبتوصل لغاية فين؟ 120. لا بتوصل لما لا نهاية، بتوصل دي بقى لما لا نهاية. مالهاش حدود، جشع بطريقة غريبة، ما نعرفش ده بقى تجار ولا دولة ولا مسؤولين مين بالظبط. طيب. العملية بقت صعبة جدا جدا فوق ما تتخيلي. تخيلي لو اسره متوسطه عايزه تعمل غدا اللي هو الطبيعي بتاع اي بيت يتكلف قد ايه؟ والاجور كام؟ فالعمليه صعبه فوق ما تتخيلي حضرتك. صباح الفل عليك. صباح الفل وبالطبع على حضرتك. صباح الفل. استاذ هيثم احنا يعني اهو من شبرا الخيمه، والله انا لا مش عايزه اقول للتجار، انا احنا عارفين طبعا ان هي ممكن كل اطراف المشكله هي ممكن تكون بتعاني، المواطن رقم واحد، احنا عايزين نقول ان المواطن رقم واحد. احنا برضه مستهلكين يا استاذ، احنا تحت ايدينا سلعه واحده وبنجيب 150 سلعه. ما انت بتقول في ركود، ما انا بقول اكيد ده مش يعني هيكسبني. انا بستهلك، انا عندي تحت ايدي سلعه ما انا بشتريها وبجيب 150 سلعه، ما انا برضه مستهلك ولا انا مش مستهلك؟ اذا كانت الناس بتعاني من ارتفاع اسعار اللحوم، فانا بقول لك ان الدوله لحضرتك هو موفره سعر اللحمه غلي بعد خبر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. طب قول لي انت بقى ايه علاقه اللحمه بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ كان يعني النتيجه ظهرت بالليل لان اسعار اللحمه غلي ثاني يوم الصبح. انا هرجع تاني واقول لحضرتك ان مستلزمات الانتاج بتيجي الفول الصويا والدولار استيراد بالدولار، فده بيأثر على سعر المنتج، زائد ان انت عندك خروج جميع الفلاحين من تربيه المواشي اللي هو الفلاح البسيط ابو عجل وعجلين اللي هو اعمال الثروه الحيوانيه عليه، وده بالك الناس بقى بتشتكي من ارتفاع اسعار اللحوم. انا بقول لك ما هي الدوله موفره اللحوم ب 60 جنيه. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، هي كل المناطق راقيه فيها دخل مرتفع. يا سيدي الفاضل شبرا الخيمه المناطق العشوائيه. طيب. اللي انا فيها منطقه شعبيه جدا يعني منطقه. طب حضرتك هناك والله العظيم يعني أنا حضرتك هناك يا ستي النقابه الجزار اللي انت شايفاه بتقولي بيبيع ب 90 ولا ب 100 جنيه ده، حضرتك هناك جنب منه ممكن تكون جارته، شوف انت حالته الاجتماعيه ايه وانت تحكم عليه. هو الجزار ده عايش في وسط الناس؟ مش الجزار ده ولا عايش في مارينا وفي التجمع الخامس؟ يعني ما يعني لو هندور يعني الجزار هندور لا حضرتك في جزار جنب حضرتك ساكن جنب حضرتك؟ في تاجر لحوم ساكن جنب حضرتك؟ طيب استاذه ثريا طيب بالنسبه احنا ممكن نشجع ازاي المشروعات الشباب ان هم يعني يقيموا مشروعات تنميه ثروه حيوانيه؟ يعني شايفه حضرتك مثلا ممكن دور البرلمان في ده في تشجيع الشباب؟ لا انا اسهل تسليم الاراضي ليهم
شباب الخريجين اللي معلش اللي مرمي في الشوارع بالملايين دوت، اسهل لهم ادور بقى خارج الصندوق. والله الدوله ايوه انتوا عايزين الدوله، معتمدين الشاب بيتخرج بيقول لك الدوله ما شغلتنيش، الدوله مش عارف ايه. لا طب انا الدوله، انا كدوله ايه اللي هتتخذوه طب كبرلمان لتشجيع الشباب وتسليم ليهم الارض اللي هي اللي جايه بقى المشاريع الصغيره تدخل فيها الحاجات دي، مثلا ان انا اعمل له مشروع صغير بالنسبه للانتاج الحيواني لو هو مثلا في منطقه ريفيه مثلا زي القليوبيه او مناطق زي المنوفيه، المناطق دي اعمل لهم في المشاريع الصغيره بتاعتهم ادور لهم على الحاجه اللي هي تناسبهم، اللي هي مثلا جنبها اراضي زراعيه ان انا اعمل له مشروع اللي هو تربيه الحيوان، ان انا تدخل من ضمن المشاريع الصغيره. ابقى دوله منتجه. بقول لك انا عايز احدد هويتي، استغل ال 200 مليار اللي جايين للمشاريع الصغيره، ما ادهمش لرجال الاعمال والناس الكبار يستفيدوا منهم، واخلي الشباب يستفيد منهم في الحاجات اللي زي دي. اعمل له مثلا مصنع اعلاف، اعمل له نبتدي بقى نعمل مشروعات مشروعات صغيره اللي هي تكمل بدل ما اسوي. وده هيبقى من يعني جدول الاعمال اللجنه الاقتصاديه في الفتره اللي جايه. اكيد ان شاء الله. طيب ناخد معانا مين من الاقصر؟ ام سيد، صباح الفل عليكي يا ام سيد. استاذ هيثم زعلان مني وشكله مش هي مش هيديني كيلو لحمه النهارده خالص. صباح الفل يا استاذ. صباح الفل عليك يا ام سيد. زعلانه ليك يا ست النائبه. اتفضلي. في الأقصر كيلو اللحمة وصل 90 جنيه. وما فيش سياحة يا حبيبتي، ولا في شباب قاعدة من غير شغل. لسه كنا بنتكلم أستاذة سرية عن موضوع المشروعات الصغيرة. طيب البطاطس بخمسة جنيه، الطماطم بخمسة جنيه، ما فيش وظيفة ولا في شغل ولا في مصنع في الأقصر معمول. لأن الشباب دي. يعني الشباب قاعدة من غير شغل، حرام كده. ناس تعبانة وبتقن والله، ناس تعبانة. يا ماما طيب. حتى مشروع للسياحة هيتعمل يلم الشباب ده. طب شايفة حضرتك، طب بالنسبة لأسعار اللحوم، شايفة إيه السبب؟ عشان حاجة مسلة هتقول لك السبب؟ السبب دي أنا ما أعرفش يا حبيبتي السبب، إيه السبب؟ إن إحنا المفروض نعمل عليها إضراب ما حدش ياخدها، جشع الجزارين يا ماما. طيب أشكرك طبعا يعني من الأقصر سيدتنا الجميلة أم محمود من أم سيد، أم سيد من الأقصر. أم سيد بتقول هنضرب عن اللحمة، وكان في فعلا حملة يا أستاذ هيثم بلاها لحمة. واعتقد انها كانت نجحت السنه اللي فاتت. مفيش والسنه دي بقى شايف ان الناس هتبلاها لحمه. مفيش حاجه اسمها بلاها لحمه او بلاها بروتين. انا بقول لحضرتك على حاجه، نلف نلف ونرجع نفس الكلام نقوله، نلف نلف ونرجع نفس الكلام نقوله. بدون انتاج يا استاذه، بدون انتاج زراعي في كافه المجالات مش هتتلاقي عندك امن غذائي. مش لحمه بس، مش انت مش عندك مشكله لحمه، انت عندك سمك مشكله، فراخ مشكله، منتجات زراعيه مشكله. انت عايش على 5 مليون فدان بالبديهه كده. انتاجنا الحيواني 12 مليون حيوان، ده قالته الهيئه العامه للخدمات البيطريه. هل 12 مليون حيوان اللي عندنا اللي هم الانتاج محلي هيكفوا 90 مليون؟ بنتكلم هو بقى بلدي اهو، هيكفوا 90 مليون؟ طبعا لا. فاحنا بقى ايه بنطلب من سياده النائبه والساده النواب المحترمين الجداد دول ان هم يطرحوا لنا مشروع قومي كبير، حتى لو احنا نكتتب فيه كمصريين. طب انت هتساهموا انتوا ازاي في المشروع القومي ده؟ هتيجوا على نفسكم ازاي نكتتب كمصريين؟ احنا اقل طبقه على فكره يا استاذه. اقول لحضرتك على حاجه، اقل اكتر ناس تضررت من ارتفاع اسعار اللحوم هم اصحاب محلات الجزاره انفسهم. ليه؟ لان انت سحبت البساط، سحبت القوى الشرائيه من السوق. يعني بقول لحضرتك، يعني واحد داخل، انا في منطقه عاديه فالدخل متدني، مش هيخش لي، مش هيخش لغيري. استاذه سرية، هو الاستاذ هيثم قدم حلول، قصه ان احنا نعمل انتاج وان احنا نساهم. انتوا بقى يعني لازم نستفيد من العلماء اللي موجود دي قبل ما تموت، الناس اللي موجوده اللي بتفهم في خبره التربه، خبره الميه. ايوه، ما انت عايزه توفر كل الجهود قبل ما يموتوا. يعني انت عايزه دكتور الباز، وانت بتضحكي؟ لا والله بالعكس، انا عاجبني كلام حضرتك. هقول لحضرتك على حاجه، لو احنا عندنا مشكله في ندره في المياه، انا قلت نجيب ميه البحر ونحللها، نجيب مياه جوفيه. ما قدامكيش حل تاني الا انك تنتجي، لان عماد اي دوله زي ما قالت سياده النائبه، يا الزراعه يا الصناعه. طب دور البرلمان، الانتاج هتساهموا ازاي في قصه ان انتوا في اللجنه الاقتصاديه في اجتماعاتكم ان انتوا تسنوا قوانين وتشريعات او تشجعوا الشباب؟ يعني زي ما قلت لحضرتك اللي هي زي ال 200 مليار مرغوبين وتشجيع المستثمرين. ايوه، ما بقول لحضرتك اللي هي المشاريع الصغيره ديت لازم لازم ديت لو فعلت وفعلت صح واعطيت لو فعلت. انا بتكلم، انا عايزه يعني هي في ايدينا، احنا هي في ايدينا. ما انا ده اللي بقوله، ان لو فعلت
لا يعني هتفعل ازاي الشباب الخريجين بقى؟ نديهم مشاريع ونسهل لهم امورهم ونديهم قطعه الارض ونسهل لهم زي ما هو كان مطروح، المصنع موجود وكله وتشغل لي 100 شاب معاك. طب ايه الاجراءات اللي انتوا طلبتوها طيب من الحكومه لضبط الاسعار؟ يعني ايه اللي انتوا طلبتوه من الحكومه الفتره اللي جايه لضبط هذه الاسعار او الاجراءات اللي اتخذوها؟ ما انا بقول لحضرتك اللي هي لابد ان انت لا انا بتكلم على المدى القصير، يعني المدى البعيد المفروض ان حضرتك دلوقتي وعدتي او ان اللجنه الاقتصاديه من جدول اعمالها ان هيبقى في مناقشه القوانين الجديده وتشجيع الشباب والمستثمرين علشان خاطر يبقى في انتاج زي ما الاستاذ هيثم بيقول. تمام. على المدى القصير يعني حلول قصيره. حلول قصيره واللي لازم تبدا من امبارح مش من النهارده. تفعيل مفتش التموين بتاع زمان هو فيه فين مفتش التمويل؟ ما هو موجود يا استاذة. فين؟ انا ما بشوف، معلش ما بشوفوش. لا موجود بس لا بدون منتج. انت مش حاطه عليه سبورت. ماشي، احنا مش بنتكلم دلوقتي على الانتاج، مش خارج من خارج من دولتي. الازمه الحاليه موجوده وارتفاع الاسعار اللي هي الرهيب ده. المفروض يبقى فعل بقى مفتش التموين يبص ويراقب. ما فيش قانون بيديله ان هو الصلاحيه ان هو يجبره، لكن زي ما قلت لك لازم يكون ده بسرعه جدا. الاقتصاد حر ومفتوح والسوق مفتوح والدنيا مفتوحه، بالطريقه دي مش هينفع، مش هينفع خالص. لازم تحديدها مش ربح اللي انا قلته لك في الاول. يعني حلول بقى كده، يعني حتى سريعا ان انا افعل بقى مفتش التموين. طب انت دي ليه كده ودي كده؟ يعني حتى يبقى فيه رقابه ولو جزئيه حتى حاليا عبال ما القانون يطلع. طيب ناخد احمد من اسكندريه. صباح الفل عليك يا احمد. احمد صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير عليك وعلى ضيوفك. صباح النور عليك ونهارك جديد دايما. اتفضل. الله يخليك يا فندم. بتاكل لحمه يا احمد؟ اكيد. طيب ايه الاخبار؟ لا الاخبار والله حضرتك هي المشكله زي ما الاستاذ ضيف حضرتك المحترم قال، هي المشكله مشكله اسعار العلاف. يعني انا مش بلوم الجزار 100%، الملمه مش على الجزار. العلاف النهارده حضرتك سعر النهارده الطن بتاع فول الصويا عامل 6000 جنيه. سعر طن الذرة عامل 3000 جنيه. من حوالي 5 6 سنين كان بكام؟ ففي فرق في الاسعار. النهارده انا الفلاح البسيط اللي كان بيربي راس او اتنين عشان زي ما الاستاذ الفضيله قال، اصبح ان هو النهارده ده حمل عليه. يعني فلوس اكتر، بيدفع فلوس اكتر فهو ما بيكسبش. فبالتالي ان هو بقى اصبح في منع على ان هو التربيه البسيطه، فما اصبح مشروع انتاج اللحوم مش يعني عارف حضرتك ضعيف للمستثمر الصغير. لازم حد يتحمل تكاليفه كامله. فاصبح سعر اللحوم غالي. الجزار بيشتري غالي. فبيبيع بالغالي، هو مضطر. طيب صباح الفل عليك يا احمد. هو يعني احمد مش بيحمل الجزارين بشكل 100% ان هو بالعكس ان اسعار العلف زي ما الاستاذ هيثم بيقول. طب العيد الاضحى احنا على مشارف العيد الاضحى، هل هنشوف في ارتفاع تاني للاسعار؟ يعني هنلاقي ان سعر اللحمه وصل دلوقتي الكيلو يعني يفوق ال 100 جنيه بقى زي ما حضرتك قلت على السعر اللي حضرتك قلته؟ يعني انا بطمن حضرتك دي مناسبه دينيه ربنا سبحانه وتعالى بيسرها. احنا على طول خبرتنا عن اهالينا وبتاع يجي العيد الكبير وانا باكد لك ان هم المقتدرين في مصر ربنا مقدرهم هيذبحوا هيدوا الفقراء هيشحتوا الفقراء هيدوا الفقراء. والعيد هيعدي واللحمه موجوده وكل شيء موجود. يعني الخروف بقى بكام دلوقتي اللي مثلا 50 كيلو لو انا عايز اجي اشتري منك خروف؟ في حدود 2300 جنيه 2500. اللي هو في حدود 50 كيلو الخروف 2300 2500. يعني هيبدا من 2000 لحد 3000 3.5 اللي هو 50 كيلو. لا ما هو خد وانت طالعه بقى، ما هوش لازم 50 50 وانت طالعه بقى. بس انا عايز اطمن حضرتك ان دي مناسبه فيها تدخل رباني، ولا بالك حضرتك؟ فعلى مدار السنين كلها هتلاقي اللحمه متوفره وموجوده والناس هتاكل والعيد ان شاء الله هيعدي على مصر بخير وسلام. ان شاء الله ان شاء الله. دي حاجة أنا بؤكدها لسعادتك. يعني مش هنلاقي ارتفاع أسعار الفترة اللي جاية كشعبة كده؟ مش هنلاقي إن شاء الله. لا طب ولو ده حصل مجلس الشعب هيبقى إيه دوره لمواجهة ده؟ ما أنا قلت لك الدولة مواجهة عاملة خط موازي عشان تقدر توفر لحمة للمواطن البسيط.
ما هي نقول الحق ان وزاره التموين طبعا بالمجمعات الاستهلاكيه ومنافذ بيع القوات المسلحه قايمين بدور يعني بصراحه رهيب جدا جدا يعني امانه بالذات القوات المسلحه كمان اكتر من وزاره التموين. انا بحييها من هنا لان لولا القوات المسلحه كانت الناس بجد كانت بعضها زي ما بقول لك بصراحه قايمين بدور منافذ يعني القوات المسلحه بشكل رهيب جت في جانب الغلبان والحكومه بقى يعني هنا بوجه لها دور والله انت في وادي والناس كلها في وادي بجد بمعنى يعني انا عايزه يعني اخليها تبقى حكومه ديناميك شويه متحركه شويه. انت بتغلي الكهرباء غلت الغاز غلت الميه غلت كل حاجه غاليه 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 وارتفاع الاسعار الاكل المام اليومي دوت كل حاجه في الغلا. طب انت فين؟ انا عايزه الناس تبقى طب حضرتك بتطالب الحكومة بإيه؟ تحديدا كده؟ واحد اتنين تلاتة أول حاجة تبقى قريبة شوية من الشعب اسمعيلهم يعني قرب حتى لما تيجي حاجة هتغلى اطلعي واشرحي للناس وهم هيعذروك والله احنا شعب طيب وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء احنا شعب طيب جدا 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 وبنصدق بس أنت حطينا على حط الناس على المحكمة يعني دايما بنقول في فجوة جامدة جدا جدا بين الحكومة وبين الشعب والفجوه دي عماله توسع. انا بقول لهم لا من هنا لازم تقربوا شويه من الشعب حسوا بالناس حسوا بالناس شويه يعني الناس حرام الاسعار غصب عنها الناس مش طايقه مش عارفه تكمل يومها زي انا ما كنت بقول في المجلس وقلت كنت بطالب الزياده اللي هي كان 7% في الخدمه المدنيه العلاوه الدوريه بقول حرام ما تبقاش 7% في ظل التضخم وارتفاع الاسعار العالي دوت على الاقل تبقى 10% وتبقى كنت ولو الامر بايدها خلاها على شامل المرتب مش على الاساسي بس طبعا ما وافقوش وحاجه زي كده. قلت الموظف الغلبان بيجي كل اول شهر يعني الاستاذ بيقول الغلابه هي الناس هيعطفوا على الغلابه طب ماشي طب الموظف الغلبان هيروح يمد ايده برضه يقول له شحتني كله لحمه يعني حرام. الموظف بيجي كل اول شهر والله العظيم انا كنت موظفه وجوزي موظف وعارفه الدنيا ماشيه ازاي انا صوتي الغلبان تحت قبه البرلمان انا يمكن الحمد لله رب العالمين انا بفتخر ان انا طالعه من بيئه الحمد لله شعبيه وكان مترشح قصادي رجاله عتاوله واكتست دوت وبحب الناس بالحب الغلابه انا مع الغلابه وحاسه بيهم وعايشه معاهم وما طلعتش من شبر الخيمه وشايفه هم عايشين ازاي. المراه المعيله بالذات الموظف اللي تعبان ده كان بيجي كل اول شهر يجيب زوجته ويقعدها ويقول لها تعالي ادي ايجار ادي كهرباء ادي ميه ادي تعليم ولاد بيبقى له حاجات بسيطه جدا يوم 5 في الشهر يرجع يستدان ويرجع تاني. فبقول لك دوله يا حكومه حسي بالناس شويه طيب قربي من الناس شويه. استاذ هيثم بتطالب بايه بقى الفتره اللي جايه؟ أنا يعني أكيد لكم مشاكل ولكم مطالب. وزير الزراعة يعني بقفل المخزن 3 أيام ده هيحد من عملية الذبح شوية وهيدي سهولة. طب قبل بس ما تقول مطالبك قصة بيع اللحوم الحمير احنا عايزين نتكلم عنها. في بعض الجزارين دلوقتي وده تم ظبطه سريعا. بس قول بعض الجزارين وعشان ما نسواش سمعة الجزارين. حصل انا هقول لك على حاجه الهيئه العامه للخدمات البيطريه كل الناس زي بعض الهيئه العامه حتى ما اقول لحضرتك على حاجه ليه علشان اكيد في ناس هقول لحضرتك على حاجه لو واحد والله هقول الحمار مش رخيص ده الحمار ب 3000 جنيه الهيئه العامه للخدمات البيطريه في القاهره قايم بشغلها يعني اللي هو كمان مش هناكل حمار حتى يعني ده اللي حضرتك عايز تقوله على اكمل وجه وما ظبطه طلع الكلام من الهيئه العامه ان دي كانت حيوانات رايحه ايوه في مواشي نفقه بيتم ذبحها دلوقتي يعني ما انا بقول لحضرتك على حاجه الهيئه العامه للخدمات البيطريه في القاهره عامله كنترول على القاهره كنترول كويس جدا وانا بقول لحضرتك اللي اتذبح بقى واتقام الحمير ده راح لجنينه الحيوانات وكان جلوده بتتصدر للصين ما نشوهش على فكره عايز اقول لك على حاجه لما احنا بنتكلم كده في الاعلام والميديا بنشوه السياحه المصريه بنشوه الاكل المصري يعني لو سايح وجاي دلوقتي وسامع حضرتك او غير او زمايلك مش بنشوه. بص يا استاذ هيثم والله مش بنشوه بس انا كسائح هيبقى عنده ثقه في الفندق اللي داخله يعني ما ينفعش ينشر كل غسيلنا كده على الهواء يعني مش يعني مثلا لا احنا بنعرض أطلق. مشكله وده معناه ماشي ان احنا انا مع حضرتك والهيئه طلعت قالت والهيئه الخدمات قالت ان دي حيوانات الحمير دي راحت لجنينه الحيوانات وجلودها اتصدرت يعني ما ينفعش احنا نطلع ونقول بقى ده المطاعم خدتها ده يعني احنا بنشوه ما بنشوهش صوت بلدنا بالطريقه دي. طيب. انا معاك ان في تجاوزات بس انا باكد لسيادتك ان في كنترول من الهيئه العامه للخدمات داخل القردون القاهره.
طيب طبعا يعني عشان بس الوقت الموجز احنا خلاص داخلين على وقت الموجز الساعة 10. طبعا بنشكر الأستاذة ثريا الشيخ عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية، وكمان بشكر الأستاذ هيثم عبد الباسط يعني نائب رئيس شعبة القصابين أو الجزارين. أنا عارفة أن حضرتك يعني مش هتديني النهاردة لحمة خلاص كده. بنشكر حضراتكم وشرفتوني في نهار جديد، ودايما احنا كده سعداء بيك وبالسيادة النائبة يعني، وبنتوسل فيها خير هي والمجموعة عند النواب ان شاء الله يقدموا لنا حاجه للدوله. ان شاء الله انا بطمنك اللي جاي افضل، وهتلاقي قرارات حلوه، هتلاقي قوانين جميله جدا. نتمنى ذلك ان البرلمان نلاقي منه يعني قرارات صارمه في هذا الموضوع، رقابه وسن تشريعات وقوانين، وفي نفس الوقت نلاقي برضو ان التجار ياخد حقه ويدي حقه للناس عشان الموجز. حضرتك كلمه بسيطه في نص ثانيه، بقول للناس نرحم بعضنا بعض عشان ربنا يرحمنا من فوق. طبعا يعني رساله حضرتك وصلت، وزي ما احنا قلنا كده يعني في الاول وفي الاخر هو المواطن هو يعني اللي شايل القصة دي كلها ايا كانت الاسباب. سريعا عايزين بس نروح للفاصل على الموجز اللي على رأس كل ساعة كده، تكون خلصت فقرتي من نهار جديد. انتظروا خالد عليش بعد الموجز، وزميلتي بقى مروة اللي هتقدم الموجز اللي على رأس كل ساعة. صباح الفل عليك يا مروة.